هذا مقام سيدنا المعروف الكرخي رضي الله عنه وأرضاه في بغداد العراق، حماه الله تبارك وتعالى. وهذا تحت الأرض تنزل بنحو 50 درجة تحت الأرض تصل إليه، والدعاء عنده بإذن الله مستجاب. اللهم آتنا وآت كل من يحضر هذا الفيديو سؤله من خيره الدنيا والآخرة. اللهم يا الله يا الله، توفنا على دين الإسلام دين الأنبياء عليهم السلام، توفنا على تنزيه الله تبارك وتعالى وتوحيده واعتقاد ما يليق به عز وجل. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك به يا الله يا الله يا الله.